والله يا أحبة في مدينتي مدينة أبها فتاة أيضا ارتبطت بشاب لا تريده لأنه قد قطع العلاقة بينه وبين الله جل وعلا. وفي ليلة الزواج في ليلة الزفة والمعازيم وقصر الأفراح دخلت على زوجها أخذها وذهب بها إلى أحد الفنادق الكبيرة ويريد تلك الليلة كما ينتظرها كثير من الشباب والفتيات. استأذنت منه وقالت اسمح لي أن أتوضأ وأصلي لله ركعتين. قال صلي ما شئت. توضأت واستقبلت القبلة وفي آخر سجدة من ركعتيها دعت بهذا الدعاء، قالت اللهم يا حي يا قيوم يا فاطر السماوات والأرض، اللهم إن هذا الشاب قد قطع علاقته بك، اللهم كما قطع علاقته بك اقطع علاقتي به يا رب العالمين. تقول تلك الفتاة قمت من سجدتي سلمت من الركعتين وإذا هذا الشاب يصيبه اضطرابات، يطلع من غرفة في غرفة ثم يخرج من البيت يبقى بعيد عني أيام وليالي. اتصلت على أهلي، أتوا أهلي وأخذوني إلى بيتهم وإذا بورقة الطلاق تأتيني، والله ما مس مني شعرة واحدة، والله ما مس مني شعرة واحدة. أين نذهب من الله يا مكلوم يا مظلوم يا من تريد الذرية والأبناء والأولاد، يا من تبحث عن الوظيفة وعن الاستقرار والهداية والتوبة؟ ادعو الله، اطرح على باب العبودية، علق قلبك بالله، اسجد بين يدي الله وقل يا الله، وقل يا الله، فلن يخيب الله من دعاه، فلن يرد الله سائله.